عبد العالي الشمارخي رئيس ديال تعاون تخيسر الخدمات. اخويا دابا هادي 13 يوم وحنا واقفين ما لقيناش شي اذن صاغيه اللي يجي شي مسؤول ولا شي واحد اللي يتحاور معنا. دوزنا البرد ودوزنا الشتاء وما بقاش فيهم كاع هاد الفلاح مسكين هادي 13 يوم. وكان الاخوان اللي في مدن اخرى حتى هما راهم واقفين ما يزيد على اللي عنده 16 يوم، كاين اللي عنده 17 يوم، وكاين اللي عنده 25 يوم كما قالوا الاخوان. دابا كنناشدوا جلالة الملك وما الحكومة راه شتا كاع ما هضرت مع الفلاح مسكين، راه مهضوم الحقوق، وبغينا نديروا واحد الخزانة هنايا. ما خلاتنا السلطة مشكورة حتى هي، ما بغاتش تخلينا نبني واحد الخيمة فين ندرقوا الناس، ورحنا ممرتين وباقيين صابرين، راه ما غاديش نمشيو من هنا، راه ما يتلباو لنا الملف المطلبي ديالنا. استنى التراكتورات هنا بحال دابا الناس ولات كتقلب الشرا ديالها، واش خويا هنا راه عندنا شي 6 ديال الناس، 6 ديال الناس راهم باعوا التراكتورات ديالهم، وراه كاين شي اخوان راه كاتبين فيهم للبيع. الفلاح راه ما لقاش باش يدور الحركه، مره ما لقى باش يشتري المازوط، ما لقى باش يشتري البودر المختاره، ما لقى باش يشتري الاسمده. وكنا حنا كفلاحه صغار كنعتمدوا على شويه ديال الزيتون، دابا الزيتون ما كاينش، راكم كتشوفوا الزيتون ما كاينش هذا العام، مره ما كاينش. درتوا شي وقفه في الرباط؟ مشيت انا من ضمن الاخوان اللي مشاو للرباط، انا درنا واحد الوقفه احتجاجيه سينميه، درنا قدام وزاره الفلاحه، وكنشكروا السلطه قال لك ما عندناش ترخيص، وحتى حنا لبينا الطلب ديالهم وتفرقنا، ما كان فيها لا صداع لا والو. حنا ما باغيين الصداع لهاد البلاد، اللي باغي الصداع الله يعطيه الصداع، حنا فلاحه مسالمين. شنو الرساله ديالكم؟ الرساله ديالنا كنناشدوا جلاله الملك الله ينصروا لنا والله يخليه لينا قدوه، والله يشافيه والله يشافيه، هو اللي غادي يفك بينا وبين هاد الحكومه. بسم الله بدينا عاش الملك. اسيدي حنا تنطلبوا تنقص لنا من المازوط وينقص لنا من الفرينة ومن الانكري والملحه، الزيتون ما عندناش، حتى الكرموس تضرب لنا، حتى الهنديه ضربت لنا، حنا ضايعين. اخويا تنطلبوا هذا الشيء، المطالب ديالنا ديال الفلاح. دابا حنا كفلاحه ما كاينش اللي حنا دابا ما كاينش اللي استقبلنا، ما كاينش اللي قلب فينا، ما كاينش اللي سقسى فينا، ما في الشتاء في الشمس في كل شيء. المطالب ديالنا حنا تنطلبوها ينقصوا لنا شويه من الزراعه، شويه من سميتو عليه، من المواد ديال البذور، من الملاها، المازوط، كل شيء تنطلبوه. حنا ما الزيتون اللي غادي يعاوننا ولا الكسيبه، دابا الراجل الفلاح دابا بقى تيبيع كسيبه وتينقص منها، تيمشي يصيرها باش يجيب شي حاجه وما تتكفيش. كاين اللي عنده مسكين الدين، كاين اللي عنده القرض الفلاحي هز داير تراكتور بالدين بكل شيء بالكريدي، كي غادي يدير ولا خدمه لا حاجه باش غادي يفور هذا الشيء؟ هذا ما كاينش حتى شي حاجه تنطلبوا من بتنا احنا بيتنا في هذه السيمانه كامله فاسقين والحمد لله ومعتصمين واللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ولكن تنطلب الله من سيدنا الله ينصرو يشوف من حاله المسكين، حاله هذا الفلاح الصغير والمتوسط، راه ما بقاوش يديوها فيه هاد الناس. المطالب ديالنا احنا بغينا شويه ينقصونا شويه من المازوط، يديروا لنا الدعم شي شويه، يدعموا الفلاح شي شويه. الفلاح الصغير راه ما كاينش اللي تيقلب فيه، راه ما كاينش اللي تيقلب في هذا الفلاح هذا. وعاش الملك. السلام عليكم، الله يجازيكم بخير. حنا تنطلبوا من الدوله ومن الناس اللي الحكومه اللي مسؤوله على هذا الشيء، الله يجازيكم بخير. هذا الشيء راه بزاف وتقهرنا، المازوط غالي، المواد الفلاحيه كلها غاليه، لا من الزرع لا من الشعير لا من الملحه لا من كل شيء. دابا الله يجازيكم بخير،
حنا هادشي راه ما غنحبسوش منه ولو ما غاديش الا ما داروش معنا الحل حنا راه هنا غنبقاو دائما ما عمرنا غادي نحبسو حتى يديروا معنا الحل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا درنا هاد الاحتجاجات هنايا سلميه من ناحيه المازوط راه حنا تقهرنا، من ناحيه البذور فارينا القمح راه الغلا علينا بزاف، الزيتون هاد العام ما كاينش، راه حنا لحقت العظم، راه حنا واقفين هنايا اسبوع، راه حنا كنزيلنا بالجوع وبالعطش والشتاء راه ما لقيناش حتى فين ندرقوا، الشتاء كطيح وحنا خيط من السماء ما لقيناش فين ندرقوا. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله يشافي لنا سيدنا، الله يرحم الوالدين.